الحلو الكريم أيها المتابعون جميعا، متابعي قنوات دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الثاني في تعداد أشواط صباح هذا اليوم مع هذا السن، سن الإذاعي، سن الإمتاع والإبداع. ينطلق شوطنا الثاني حاملا تحدياته وانطلاقات هذه الأسامي اللامعة في هذا العالم الساحر، شوط خاص بالإذاعة الجعدان. نتمنى التوفيق للجميع. صدارة هذا الشوط والبداية والمقدمة، وأرى هناك موج لقاد المجموعة، موج اللي انطلق بناموس هذا الشوط لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرى التسلل والتقدم مع سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع ياتي بتحدياته سلهود على مستوى المركز الثاني، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث هملول القادم بكل قوة بالشعار هجن الرياسة وبتقدم حمدان بن محمد بن مروشد، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع، مع المركز الرابع أرى التقدم في هذه اللحظات مع مناور لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان. السعيد بن مبارك الوهيبي ياتي بتحديات مناور على مستوى المركز الرابع، هملول خامسا لهجن الرئاسة حمدان بن محمد بن مروشد في عملية تضميره وتدريبه. المركز السادس يصل يتقدم في هذه اللحظات شاهين كذلك مع المركز السابع شاهين جميعا بشعار هجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي. وعلى مستوى المركز الثامن أرى التقدم في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي مع سلهود ياتي ثامنا بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. عملية التضمير والتدريب والمتابعة بقيادة ببطي طارش بن مبارك بالقوبع. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول، ندانا الأول للأسامي المتقدمة في أول أشواط الجعدان في هذا الصباح الجميل، في هذه الأجواء الرياضية، في هذه الأجواء الضبابية على أرضية هذا الميدان. ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع نتابع موج اللي ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، يسيطر كل السيطرة مع هذا التقدم الواضح والباين على الصدارة. موج وشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. من يتابع موج ويشق طريقه إلى الانتصار إلى الناموس مع هذا التقدم الواضح والباين منذ البداية على قمة هرم هذا الشوط، ياتي بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راهد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع من يعلن هذا الانطلاق، وعلى مستوى المركز الثالث والرابع ياتي هملول وهملول الآخر جميعا بالشعار هجن الرئاسة وتقدم حمدان بن محمد بن مروشد. من يعلن هذا التحدي وهذا الانطلاق أصبحت رباعية 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 على مقدمة هذا الشوط. ومع المركز الخامس مناور من يتقدم على مستوى المركز الخامس لبشعار سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيفان الهيان، وتقدم سعيد بن مبارك الوهيبي من ياتي بتحديات مناور مع المركز الخامس. المركز السادس ياتي ايضا مع هذا التقدم شاهين التابع الهجن العاصفة وتقدم غياث الهلالي. المركز السابع سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك
المعارك بالقوبة في عملية التضمير والتدريب. ومع المركز الثامن، المركز الثامن شاهين التابع لهجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي مع هذا الانطلاق. ولكن لنا عودة مع الصدارة بعد مغادرتنا للوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين غادرناها. والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة، شعار هجن الرئاسة بدأ يسيطر على المقدمة مع انطلاقة هملول ومتابعة وانطلاقة حمدان بن محمد بن مروشد، مع من ياتي بهذا التقدم الواضح. والبايم بدأ يباعد المسافة، يا الرشوط بدأ بالانفراد مع هذا الانطلاق المتميز. ما شاء الله تبارك الله، جولة الأوامر أعطيت التعليمات مبكرا، وهملول يقود المجموعة. هملول يتقدم بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة، وتقدم حمدان بن محمد بن مروشد هو الأقرب لناموس هذا الشوط. ولكن موج قادم، موج مع المركز الثاني رفع راية التهديد مع المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطيع الحامد مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب. ولكن هملول على الصدارة، هملول مع الشعار الحمر هو الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للرئاسة وهجنها بهذا الأداء المتميز اللي قدمه هملول. موج قادم وهملول صامد. سلام للرئاسة، تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد على فوز هملول بالمركز الأول. المركز الثاني موج بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد. المركز الثالث هملول لهجن الرئاسة. المركز الرابع مناور لسمو الشيخ سيف بخليفة بن سيف آن نهيان. والمركز الخامس شعار هجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط والتوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية بسبع دقائق 52 ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر حمدان بن محمد بن مروشد. بينما اللي وصل مع المركز الثاني جاء بتوقيت زمني مقدارة سبع دقائق 52 ثانية تسع أجزاء من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيار حامد، تهانينا لمختار بن أحمد واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول مع ثالث المراكز. ياتي هملول توقيت الزمني سبع دقائق 58 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، والتهاني موصولة أيضا للمضمر حمدان بن محمد بن مروشد.